كمان محافظات مصر شهدت أخبار كتير كلها متعلقة بموسم حصاد القمح. في أسيوط مثلا أعلنت المحافظة انتظام توريد القمح واستلام 17 ألف طن بالصوامع، وتوريد 16613 طن قمح للشون والصوامع من بداية الموسم في محافظة سوهاج. كمان في الشرقية تم حصاد 190 ألف فدان من المساحات المنزرعة، وحصاد 9332 فدان قمح، وتوريد حوالي 21 طن في محافظة الإسكندرية. وأخبار تانية كتير متعلقة بموسم حصاد الذهب الأصفر هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا العرض. محافظات مصر مليانة بالأخبار والموضوعات المتعلقة بموسم حصاد القمح على مستوى المراكز والقرى. نبدأ بمحافظة أسيوط اللي أكدت على انتظام عمليات توريد واستلام الأقماح المحلية من المزارعين خلال الموسم الحالي للتوريد على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر، واللي وصل عددها ل 28 موقع تخزيني في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة. وبلغ إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي من بداية الموسم لحد دلوقتي 17 ألف طن. كمان أعلنت محافظة سوهاج عن توريد 16613 طن و301 كيلو قمح بالشون والصوامع في نطاق المحافظة من بداية موسم التوريد، وسط انتظام سير عملية التوريد بدون أي معوقات. مديرية الزراعة في الشرقية أعلنت أن زراعة محصول القمح بتحتل المركز الأول في المحاصيل الحقلية في محافظة الشرقية، وده لكونه محصول استراتيجي مهم، وتم حصاد 190 ألف فدان من بداية انطلاق الموسم من إجمالي 380 ألف فدان و61 فدان. وبتواصل مديرية الزراعة في محافظة الإسكندرية حصاد محصول القمح والتوريد للصوامع والبناكر في المحافظة بشكل دوري في موسم مميز لمحصول الذهب الأصفر، وتم حصاد 9332 فدان قمح من المساحة الإجمالية المنزرعة بالإسكندرية، 21933 فدان في المحافظة. وأكدت محافظة الفيوم تنفيذ آليات توريد محصول القمح لموسم 2023 للصوامع والشون والهناجر، مع تكثيف الندوات التوعوية لحث المزارعين على توريد الأقماح للصوامع والشون، بجانب تجديد الرقابة على الطرق لمنع خروج الأقماح خارج المحافظة أو تداولها من خلال الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من التموين. أيضاً شهدت محافظة الغربية استمرار توافد المزارعين لتوريد وتسليم محصول القمح المحلي في مختلف شون وصوامع المحافظة، وتم استلام 49414 طن داخل 22 موقع تخزيني، وتم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة. كمان أعلنت مديرية التموين في محافظة المنيا إن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح وصل ل 102624 طن و6 كيلو بالشون الحكومية والصوامع، وبدأت أعمال التوريد في 15 إبريل اللي فات، وتم تجهيز 42 موقع تخزين للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كل التدابير لتسهيل أعمال التوريد، ووصل إجمالي المساحة المنزرعة ل 243 ألف فدان.